عندما ترمى الموهبة في ميدانها الطبيعي فتنشأ صورة تجسد الإبداع اسمها الفن الرقمي. فن أخذ موقعه في عائلة الفنون الجميلة يسمح بإيصال رسالة لغتها الحس والإبداع. التكنولوجيا هذه مستعملة في أفلام، مستعملة في ألعاب إلكترونية، مستعملة في بزاف حوايج. كاع المدن العالمية راهي عندها مهرجانات تاع فن رقمي، احنا مازال ما عندناش، لازم نلحقوا لها احنا تاني. هو عرض فني لمجموعة من الشباب الجزائريين يمزج رؤية الفنان الذهنية والرقمية من خلال شاشة الكمبيوتر مع مزيج من الخيال والتمكن من استخدام التقنية والمؤثرات لبرامج التصميم في محاولة لإيجاد بعد ثلاثي في الصورة. دونك لا سكي بيان سك لحقنا لان بوك وين يا انفيزيو ما بين هادو ماكا باسكو لار نيميريك كوم يقدر يديفيزا في ان اكرون في امور يقدر يديفيزا في ان سكولتور تقدر تدخل فيه لا ميوزيك. الانيشياتيف الي جينيال، ميرسي لارك، ميرسي او زارتيست او تكنيسيان كاع كي نوزون ايدي كي نوزون فورمي. اهم شيء هو انه صرا في احتكاك بمحترفين، صرا احتكاك بين الهواة ما بينتهم، درس لكل الناس اللي يقولوا بلي التكوين الثقافي او في الميدان الفني هو امر معقد وامر صعب، يعني نقدروا ننظموا بتكلفه اقل. تجربة مميزة مفعمة بالإبداع لشباب موهوب تبعث الأمل لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم خاصة في هذا المجال. C'est un essai, c'est un premier essai pour montrer ce genre d'art et pour justement encourager les jeunes à faire ce genre d'art numérique في الجزائر. Et moi j'espère qu'avec cette restitution qu'il y aura des prochaines fois.